الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في آية يعني مقلقة ناس كثير، وفي التعليقات منذ زمن يتكرر حديث عنها، فحبيت أضع فيديو أخلي مرجع لأي أحد يعني عن هذه الآية التي هي بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. تدبر واقرأ على مهل. أحسب يعني أن يظنون الناس، لم يقل المؤمنين. أحسب الناس أن يتركوا، نتركهم يقولوا آمنا وما نفحصهم وهم لا يفتنون. لا يفتنون ليس شيء جديد، يعني بعد ما آمنت أضفنا على بلاويك بلاوي. لا، يعني هم يظنون أنه إذا جيت آمنت أني خلاص في سلام، وهو صحيح، لكن لما يقولوا آمنا لا يأتيهم السلام فورا، لازم فحص، تبقى مشاكلك مثل ما هي، يمكن تزيد، يمكن تحس أنها زادت لأنك تظن أنها تنتهي الآن لما أني آمن. هكذا الظن السابق يعني في تلك الأيام يشعرون أنه يعني المؤمنين في عندهم سلام ومشاكلهم قليل، وهكذا مرئية. الآن نحن مو مرئية، حابل على النابل. فإذن هم يظنون هكذا، يقولوا يلا آمنا حتى إيش يحصل على الميزات، فلنحيينه حياة طيبة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. في إيمان ولا ما في؟ حقيقي ولا مو حقيقي؟ إذا صار حقيقي ما في فتن، يعني عكس ما نظن، عكس ما يفيرسوننا، يرسلوننا من كلام. الآية صح، لكن الفيروس هو التفسير. تفسير واحد ما وصل الإيمان، عنده علم غزير ومؤلفات، لا بأس لا بأس يجي، لكن يفسر بالطريقة دي هو ضر نفسه ضر الآخر، لأنه مو فاهم هو. لكن لما ألف كتاب صار هو واحد نفر الكتاب 10,000 20,000 مليون مليونين ثلاثة على مدى سنين. هذه وسيلة الشيطان، فكرة واحد ينشرها في العالم كله، وإذا قبل اسمه ألقاب كثيرة خلاص تداولوها أكثر وأكثر، وصار فيروس لا يرد. أغلب الأمور هكذا، حتى تفسير لا إله إلا الله الآن صار مشكلة. فإذا هذه معناها، لأن ربنا وعد المؤمنين لنحيينه حياة طيبة، ما في مشاكل، حياة طيبة، حياة طيبة، طيبة لي مو طيبة في نظر الله، أنا عايش، فلذلك حياة طيبة لك. طيب وإيش ثاني؟ يرزقهم من حيث لا يحتسب، يجعل له مخرجا، ويوم القيامة الذي هو 50,000 سنة لا يحزن، لا يأتي بالحزن لك. كيف نقول يبتل الأمثل في الأمثل في الأمثل؟ سيدنا سليمان هل هو أمثل من هل أيوب أمثل منه؟ خلاص جاء الوقت، طيب وقت الفطور، فإن شاء الله أنا ما أطول، هذا مختصر بس. لا يحزنهم الفزع الأكبر وهم من فزع يومئذ آمنون. وتتلقاهم الملائكة وتتلقاهم الملائكة أن هذا يومكم الذي توعدون. يومنا نحن نظن أنه دمار، يعني 50,000 سنة ويخوفونا. قال لا، للمؤمن ليس هذا، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يعني هذا اليوم الجميل الذي كلمناكم عنه. عكس جذري ما في الأذهان، تجي للدين الأمان، لكن لا تقول أنا في الدين وفين الأمان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ لا، لازم آمنا تدخل هنا، وآمنا تفهمها أول،
إنه تؤمن بالله وتؤمن بغيره. لا، لا إله هي الكلمة اللي كانت تعطى لأي واحد بيدخل. لا إله، الإله الذي له القلب ليس للأشياء والأسباب، لله. مختصر هذا، لا إله إلا الله، هي هذا معناها. أله القلب من يأله؟ الله. وغيره يأله؟ ما يصلح إيمانين، تؤمن بالله وتكفر بغيره. مو معناته ما تجري تذهب، تذهب، لكن أنت مكرم وهذا السبب صغير، فلذلك تذهب إليه مطيع. الشفاء أريد، أنا عندي مرض ذهبت المستشفى مستعينا بالله، وهذا شيء تحت أمري. يجيك عندي ديون، ادعوني أستجب لكم موجودا، لئن سألني لأعطينا، وعد. ليش؟ أنت أديت اللي مفترض. لا يعني افترض الله عليك، هذا رقم واحد، الإيمان بالله والكفر بغير الله، هذا هو المطلوب. فإن شاء الله يكون واضح الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله. كذلك لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. الذين بيدخلون داخلين ما يزيد، هو نفس الخوف اللي عند الناس. موسى عليه السلام كان عنده خوف، قال له ألقي بعصاك، ربه يتكلم معاه يقول له ألقي عصاك، طلعت جاني شرط، ولا مدبرا ولم يعقب، وربنا أقبل يا موسى، لا تخاف، إنه لا يخاف لدي المرسلون. يجي الخوف والجوع والنقص في الأموال، كل شيء تمر عليك زي ما تمر على البشر، حتى يتصل عند الإيمان، ثم هي تمر لكن ما تأثر فيك، لا تأثر فيك. هذا واحد. الثاني، لو ما عجبك الوضع اطلب، تنتقل من الخوف، من الجوع، من نقص الاموال، تصير توفرة اموال، تسأل، سأل الله اعطيك. هذا باب الايمان فقدناه نحن المؤمنين بسبب التشويشات القوية. حتى بعض الناس يقول انا اهرب من الدين واخاف لانه ابتلاء بالخوف والجوع ونقص الاموال، وبعدين يقعد محتار، لا ابغى هناك علشان يوم القيامة 50,000 سنة ايش اسوي، وعذاب النار، هذه الأشياء بلبلة. ولا الطريق مفتوح لربك، أنت رايح مفتوح. لما تقرب من واحد مجرم تلقى بلاوي، لما تقرب من الملك الحاكم في خير، كيف لما تقرب من ملك الملوك شر ومشاكل؟ هذا خطط إبليسية خطيرة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.